الماضي. وكانت عقود النفط الأمريكية الآجلة قد نزلت أكثر من 4% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي لها منذ يناير. للمزيد حول التطورات في الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. نور الدين أهلا بك على سكاي نيوز عربية. بداية يعني مجموعة من الأحداث على الساحة العالمية تتأثر بها الأسواق العالمية طبعا. أود أن أبدأ من سعر اليورو العملة الأوروبية الموحدة. طبعا تترقب الأسواق اجتماع المركز الأوروبي قبل نهاية هذا الأسبوع. برأيك كيف يتعامل اليورو مع توقعات ما سينتج عن اجتماع المركزي؟ وكيف تتوقع أن يتعامل المركز الأوروبي أو أن ما قد يصدر عنه في اجتماع يوم الخميس؟ هل سنرى تغييرا أم أن ما تعودنا أن نراه في الاجتماعات السابقة سيبقى؟ نعم، نجح أولا ماريو دراغي أو رئيس البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر صرف اليورو من جديد من حوالي قرابة مستويات حوالي 40 إلى مستويات 33.90 تقريبا إلى الآن. هذا الشيء طبعا على إثر تخفيض الفائدة على الودائع إلى مدون مستويات الصفر لتصبح ناقص 0.1%، والإعلان عن نية البنك للقيام بمزيد من الإجراءات من LTRO أو اللي هي برنامج التمويل التارجت LTRO وأيضا برامج تيسير كمي، لكن البرامج هاي لم يتم الآن أو إلى الآن لم يتم تفعيلها. طبعا مع انخفاض سعر العملة لا نتوقع أن يكون هناك في أي تغير بهذا القرار أو القرار المقبل خلال التداولات الأسبوع الحالي، بينما قد يقوم البنك المركزي من جديد بتخفيض توقعاته بالنسبة لمعدلات التضخم مرة أخرى بعد أن شهدنا طبعا انخفاض في معدلات التضخم إلى حوالي 0.4 من مستويات 0.5 التي كانت عليها خلال الشهر الماضي. فهذا بالنهاية سيتم أيضا أو سيستمر بالضغط على اليورو، لكن الضغط على اليورو لن يستمر لفترة طويلة لوجود بعض الأمور السلبية الحاصلة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت بالفعل واضحة بالنسبة لدينا على الأقل، سواء من تقرير البطالة وأيضا من الناتج المحلي الإجمالي. بالرغم من أنه الأرقام هي 4% من النمو، لكن من يعود إلى الأرقام نرى أنه معظم هذه الأرقام هي توقعات لدائرة الإحصاءات وليست الأرقام الفعلية، لكن الأرقام الفعلية سيتم الإعلان عنها خلال تداولات يوم 28 أغسطس المقبل. بالتالي نور الدين لا تتوقع أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت أبكر مما كان متوقعا؟ يعني بعض المحللين بعد البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي رجحوا أنه ربما قد يتم رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا. صحيح، لا نتوقع ذلك. كان يوم الجمعة الماضي الجميع كان يتكلم عن أنه التقرير سيأتي بأفضل من التوقعات وأنه سنأتي بأرقام Average Hourly Earnings أو اللي هي متوسط الأجور بأسرع من التوقعات بعد ما شهدنا ارتفاع ما يسمى بالـ Employment Cost Index أو اللي هو تكلفة التوظيف. هذا الشيء لم يحصل، شهدنا مرة أخرى تراجع في الرواتب أو على الأقل لم نشهد أي نمو فيها، على الرغم من أنه كان هناك توقعات تشير لارتفاع ب 20 نقطة مئوية. أيضا من نفس الحالة شهدنا بداية عودة للناس أو بداية عودة للworkers أو العاملين إلى سوق العمل من جديد، وهو الشيء الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة مرة أخرى إلى 6.2 بعد ارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة. الآن طبعا هذه العودة للعمال لسوق العمل يعود طبعا الفضل إلى ارتفاع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في 7 أعوام. فالآن ممكن أن نبدأ ونشهد نوع من الضعف في قطاع الوظائف مرة أخرى مع عودة الناس إلى سوق العمل، لكن دون وجود أو دون محاولة وجود وظائف إلى الآن، وهذا الذي حصل خلال أيضا الشهر الماضي. وأيضا لا ننسى أنه القطاع أيضا أو قطاع الوظائف أضاف أقل من التوقعات من 209 ألف وظيفة فقط. هذا الشيء سيكون له تأثير على المدى القصير خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن جديد الأهم مؤشرات الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي هي التي ستكون خيبة الأمل الأكبر في الغالب. نور الدين، أود أن أسمع تعليقك على الطريقة التي تم التعامل بها مع أزمة بانكو إسبيريتو. الأسواق كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ هل كانت مرتاحة لطريقة معالجة هذه الأزمة؟ لم نعد إلى التجربة القبرصية مثلا وتحميل المودعين جزء من الخسائر.
هذا الشيء إلى الآن، يعني إلى الآن لم يتم حل المشكلة بشكل كامل، لكن من في المرات السابقة كان شيء يسمى بيل أوت، أو اللي هو عملية انتشال من الخارج، أو هي نوع من المساعدات من الخارج من الحكومة وغير ذلك. الآن سيكون هناك في شيء جديد للبنوك الأوروبية، فيما لو توسعت هذه المشكلة سيكون هناك شيء يسمى بالبيل إن، أو اللي هي عملية أن يكون هناك المودعين في هذه البنوك هي التي ستتحمل تكلفة الإنقاذ. الشيء أو السؤال الأهم، أين كانت أولا وكالات التصنيف الائتماني التي أعطت هذا البنك المزيد من رفع من التصنيف؟ هذا رقم واحد. والشيء الأهم من ذلك، الستريس تيست الذي قام به البنوك أو قامت به البنوك المركزية حول العالم ومنها البنك المركزي الأوروبي، أين كانت هذه الستريس تيست، أو أين كانت هذه الفحوص في الملاءة المالية؟ لماذا أعطت هذه البنوك الملاءة المالية بالفعل ولم نشهد نوع أي تحذير حتى من هذا البنك؟ نعم. على الأقل هنا يكمن السؤال بالفعل، ما هي السيناريوهات التي وضعت في هذه الاختبارات التي لا نعلم ما هي السيناريوهات، وهل بالفعل باقي البنوك هي بالفعل لديها الملاءة المالية الكافية لتحمل أي نوع من البنك رن أو نوع من السحوبات المالية الكبيرة، والتي أيضا كانت أحد الأسباب التي أدت إلى أيضا انهيار هذا البنك. كبير استراتيجي الأسواق في أيدي أس سيكوريتيز نور الدين الحموري، شكرا جزيلا لك. هذا كان في الاقتصاد، نعود إلى إيمان.